يعني مثلا من احدث البدع بدعه اسمها بدعه اللا طائفيه نون دينومينيشنال، بدعه وفيها كل الخداع. ليه؟ لان كلمه نون دينومينيشنال يعني لا طائفيه، يعني عايز يجمع كل الطوائف تحت شعار حاجه اسمها لا طائفيه، ودي بيعلموا فيها عقيده بروتستانتيه صرف صرف 100%، بس عشان يجذب الاخرين هيحطها تحت شعار كده شيك اسمه ايه؟ لا طائفيه. ولو حد قال لك انت رايح ليه الاجتماعات دي تقول له لا دي نون دينومينيشن، كلنا واحد. طبعا ده خداع، لان هو عشان ما يكشفش نفسه بيحطها تحت شعار مقبول. ومنهم زي ما قلت لكم وحذرتكم كتير، ولكن ربنا كشف بطريقه عجيبه، المجموعات اللي ماشيه بتعمل حلقات صلاه، ومنهم دخل ناس من كنيسه، وبعد ما انا اتكلمت الكلام ده قالوا لي فعلا احنا دخلونا في المكالمات دي. بيعملوا ايه؟ يكلموا الناس ويقولوا لهم احنا هنعمل بس اجتماع صلاه وعلى التليفون، ويتصلوا بمجموعه، ومره من المرات ما اعرفش انا جابوني على التليفون ازاي، وقعدت سامع، ويمكن كنت وقتها في زياره ما اعرفش حتى ايه اللي خلاني ارد، وانا غالبا لما بكون في زياره مش برد على التليفون، لكن اليوم ده رديت. قعدت معهم حوالي ساعه على التليفون اسمع، وفي النهايه طبعا خدوا بالكم ان في وسط الكلام بيقولوا ايه؟ يقولوا عايزين نعمل تغيير في الكنيسه، احنا بكره كان يوم سبت، احنا بكره هنحضر القداس. فخدوا بالكم بيحطوها برضو في قالب ارثوذكسي عشان يبقى مقبول، قالب ارثوذكسي. وابتدى يهاجم الليدرز بتوع الكنيسه وحاجات كده، وفي الاخر دخلوا في الاسلوب بتاعهم، سلم بقى للرب يسوع ومش عارف صلي صلاه ايه، الاسلوب ده غير المقبول بالنسبه لنا. فقبل ما يختموا المكالمه وكان هيخشوا في الصلاه، طلبت اقول لهم، يعني انا قلت لهم انا اولا ما اعرفش انا ايه اللي جابني على المكالمه دي. على فكره في واحده جت قالت لي بعد كده انا كنت سامعه المكالمه دي، كنت معاهم واحده من الكنيسه عندنا، يعني انا كنت في المكالمه ديت وسمعتك. قلت لهم بس قبل ما تخشوا في الصلاه انا ليا تعليق بسيط، يعني انتوا بتقولوا ارثوذكس لكن انتوا بروتستانت صرف، وبعدين ليه بتخدعوا اولادنا؟ بتخدعوا اولادنا تحت شعار ارثوذكسي ولكن من باطن غير ارثوذكسي. وابتديت اكشف لهم ازاي هم غير ارثوذكس. طبعا تعصبوا وصوتهم عالي. قلت لهم انا بكلمكم بهدوء، نتكلم بهدوء، يعني ده مش اسلوب مسيحي حتى تتعصبوا كده. وابتديت اناقشهم في بعض الحاجات اللي اتقالت ومهاجمتهم لقياده الكنيسه وابائها، وطبعا منهم اللي بيعلي صوته ومنهم اللي بيحاول يهدي عشان المكالمه ما تبصش وما يخسروش الباقيين اللي في المكالمه، لغايه ما في النهايه قالوا طيب يعني احنا نحب نقعد معاك. قلت لهم انا احب اقعد معاكم عشان اشرح لكم الاخطاء اللي انتوا بتتكلموا فيها، وفي محبتي ليكم اتمنى رجوعكم لكنيستكم، وعلى الاقل اقدر احافظ على اولادي. وقلت لاولادي انا بحذر اولادي اللي على المكالمه دي ان الناس دولت مش ارثوذكس، بيحاولوا يجذبوكوا ليهم بطريقه الخداع، فاحترسوا يا أولادي ما تنخدعوش، ده مش مجرد اجتماع صلاة كده يعني ببساطة، ده ناس عندهم خطة محكمة وعارفين بيعملوا ايه بالظبط. يا ريتهم كان انت جاي لي انا ليه،
أنا مسيحي زيك، أنت بتبشرني أنا ليه أوي؟ لو عايز فعلا تعمل عمل تبشيري شوف حد غير مسيحي وبشره بالمسيح. لكن أنت جاي لي أنا ليه؟ أو جاي أنا قصدي لأولادي يعني. فناخد بالنا جدا ونحترس، لأن دي خطة واضحة جدا بالنسبة لينا. طبعا في مصر بيقوموا برضو يعملوا أنشطة وأيام روحية ويدعوا الشباب، ولو يوم صيام يوكلهم أكل غير صيامي، يعني خطة محكمة في مصر وخارجها. فلازم ننتبه إحنا نفسنا وما نتعاملش مع الأمور دي بالبساطة، ونحذر أولادنا برضو.